الفان تاج الاخوان، كاين الفان تاج الاخوان حيل. الله تتوحشنا بليكادا الاخوان من الروج، ولا تتوحشناها بزاف. ايوا ايوا زيد واش الدراري، السلام عليكم، حبيكم فيديو جديد الدراري. الدراري عبر عليكم عاوتاني الفيديوهات، ولكن الفوق الاول غبرت. علاش غبرت الاخوان؟ انا نقول لكم علاش غبرت، لسببين. السبب الاول الاخوان هو السيبور ديال الكوبرو، يا شباب الى لاحظتوا معايا دابا مزيان الفلوق هذا، طريقه التصوير ديال الفلوق دابا ماشي بحال قبل. قبل كنت كنشد الكاميرا بيديا، وهي دابا لا، دابا ستابل فراسي كنور بحال هكا، هو هذاك صايك دو جديد. لا والسبب الثاني اللي كان كانت خاسرة لا اللاكس العيبات كاملين، دابا يا ولد الحين شتيها. سير 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 سير، دابا ولات الحنا والحلا الحلا. دابا كاع الدراري دونك شنو تكونوا مزيان، تكونوا بخير. نشوف داش تبارك الله نشوفوا. انتوما شو، يا سلام جو زوين. اول حاجه الاخوان ديروا لايك سبسكرايب، تابوناو في لاشين الاخوان، كنتو اول مره تشوفوا لاشين تابوناو. دابا انت صاحبي ما خاسر والو، دابا غادير لايك اللي كان قدامك وغادير سبسكرايب. هذيك الاب الاحمر باش غاتولي في الكري باش وقت ما نلعبشي فيديو انت الاول، علاش كل نوتيفيكاسيون صافي. وها انت بريكل. ودابا كاع الدراري، المهم نجي دابا الاجواء نخرقوها شويه، نضربو دويره وهادي. ايوا فوالا الطرابس على واد السوس. اي ما هذا ما هذا، والله لا تحشد فيك غير الاخوان. شوف شوف ما كان شو كيدير، شوف منظر، شوف 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 الواد شوف الطبيعة. والله الاخوان ما كاين ما احسن، ما كاين ما احسن تخرج انت الكاميرا ديالك، فهمتوني البيكارا ديالك، تخرج في اجواء بحال هكا وتعيش الحياة بالروج الاخوان. إلا كاين عمل تخرج مزيان خرق انت ويا الاجواء، ما كاينش خرج بوحدك اصاحبي وعيش يا اجواء مع راسك بالروج. هذا ما كان الدراري الفرام ديال الاخوان، عندها ديال عندها ديال القدام، ديال القدام باش كنشد ديال اللور ما كاينش والو. الصانية جيب، باي باي جيب جوني. دابا بيكار الاخوان مع شي تقريبا شي 15 يوم مركبتش عليها، تقريبا بحال هكاك شي 15 يوم عمري شديت بها الطريق بحال هكا من جبلة. كتجيني جديد بحال ثقيلة، خصوصا ملي بدلت لها اللاكس، معرفتش واش ال واش من ناحية الخدمة. سير عمو سير، وهنايا دابا ماعرفتش شنو ندير، ولكن خصني نحاول بحال هكا شوية باش نمشي نتقاد. أوه العيبات بحال هكا وهادي باش نمشي جوا هاد ناري ناري. شني هادا؟ واش واش فايت بليكم الفلوق مزيان؟ المهم كما قلت لكم الدراري، دابا ماشي كتجيني كتجيني بحالها ثقيلة، ولكن خصني نبدلها مزال السلسلة باش تبقى دابا تقريبا دابا قريبا دابا تقفل عام. ملي شريتها جديدة ما عمرني بدلت لها شي حاجة، ملي شريتها جديدة ما عمرني بدلت فيها شي حاجة. دابا مؤخرا درت ليها اللاكس شحال من حاجة، وتبارك الله عاوتاني راه كنضرب الطريق، ماشي تقول غير محطوطة ولا هادي.
كنضرب الطريق تبارك الله. وهذا مكان الدراري. هذا الشيء عزيز عليا انا وشتيه. هذا الزحام تيكون عزيز عليا. كاين بحال هكا. عيش الاجواء. يا اخوان والله الا جات خير الله ماشي بحال قبل لافونتاسي كانت كتعطي قبل ماشي بحال دابا لكن انا ولفه مع الوقت ما نقول اي حاجه خاصها ان شاء الله رملناها بالرجوله عام صاحبي عام شريتها ملي بقى في رمضان اللي فات رمضان ديال 2021 ديال رمضان ديال العام اللي فات شريتها قبل رمضان بشهر تقريبا دابا تكون عندها دابا ديك 11 شهر لا تكون هذيك 10 شهور تقريبا بحال هكا فهمتوني وهذا المكان الدراري اش كاين الدراري اش بان لكم الدراري مشاو مراكش مراكش بالبيكالا دابا الدراري اش بان لكم مراكش كازا يلا ندور مع اللي ما ندوروش ندخلوا لوطوروط كاين 10 ربيع عمري ما نخلص ندخل لوطوروط ولا نخلص يلا الدراري اش بان لكم الدراري اش بان لكم الدراري تكون مراكش ولا لا ها طريق وطنية من هنايا دابا انا مشيت لبراكش ولكن دابا لا ما مستعدش ان شاء الله الا كتب الا كتب على جلا نديرو شي خريجه لمراكش ديك على كونو تقريبا كونو شي جروب ديك ربعة الناس خمسة خرجوا مشو موعين علاش لا ان شاء الله من هنا لقدام تكون تجربة زوينة ان شاء الله على بلبلو ايه غادي نبلبلو في مراكش تحياتي لناس مراكش المغرب كاملين طاشة الكويرة وهذا مكان لك عمي الحاج في كجري فين كجري عمي الحاج باش الاخوان كيبان ليا تقيل شد الدراري والله يتابعين كلش عرفتش طبعا وقف هنايا ونوريكم نوريكم هادشي اللي تحت ليها دابا او لا لا شوفوا هكا مكتوب بيبي شوفوا كاع الفوق باش تلقاو من الطريق بقى الدراري البيك هذا كما كتشوفوا مسخ هاك شي شي الله لا مسخة شحال هادي ما غسلتها هادي شنو هاد البيكالا ديال الاخوان مهلتها ديال بصح واه مهلتها مهلتها فهمتوني شوف 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 وقت الشي كامل ان شاء الله غيتلقى الشي كامل اول حاجة غيكون فيديو خاص بهاد الشي كامل غيتلقى دونك الدراري بكيت ليها بكيت ليها اللاكس ها هو نسيت تكون هنايا ماعرفتش واش غيبان لكم مزيان ولا لا بكيت ليها اللاكس ديال الهند حاجة مزيانة دوريجي دابا راه والو دابا لا لا شفت لها واحد اللعيبه كتكون هنايا اللعيبه كتكون هنايا حتى هي كتكون هنا هنا كتكون لاصقه هنايا كما حتى لكم في الصوره دابا تشوفوها يعني كتبان لكم دابا هادي هي اللي تهرسات وفيها واحد اخرى جديده ماشي ديالها دوريجين ديالها ولكن الحوايج دوريجين ديالها ما كايناش ما لقيتهاش في السوق والو ما كايناش قلت لها هذيك اللعيبه شنو مازال دونك دابا خاصني هذا هذا الشارجمون اللي قدام لا حتى واخا يتقاد وهادي ما عرفتش واش مهرس من الداخل ولا شنو يتقاد حتى هو هذا خدام خاصني نبدل السلسلة السلسلة بانت ليا هي السلسلة تاعي خاصها تبدل شتي كيقول لك الدراري اه خاصها 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 تبدل السلسلة هذا الشوج مو باقي جديد هذا باقي نقي من السلسلة والو الماكينة حتى هي غادي تبدلها دونك دابا شنو خاصها يتقاد هذا
السلسله ماكينه صافي. هادشي خاص الدراري شي غسيله تكون ناضيه ان شاء الله. وعفضره تبارك الله راه تبارك الله راه قريبه تقفل عام. معمرني خصت على شي درهم هادشي سيكليس. معمرها ما مشى على السيكليس حتى البارح. البارح البارح قد لك ليها اللاكس وصباك. ودابا كاع الدراري دونك ديك راه كتبع غادي دابا نزلو نشوفو الطريق مزيان نزلو ونركبو. هي تمت المهمه بينا جاع الدراري فهمتونيك. اي فوالا عام وما عمرك خسرت لي 20 ريال يا سلام. اي ها راه الدراري غنمشيو كافور في هاد ديكاتلون. دونك غنوصل ديكاتلون هاي ديكاتلون كاين هنايا. دونك دابا غندورو على اليسار باش نخلقو الاجواء تما تكون عاوزة شوية. وهادي شتيرة طريقي للتيرة. وهذا مكان الدراري كلشي كيشوفو عباد الله وعباد الله كلشي واش نقولو بالاوكوكا عباد الله. شوف دابا دار الكاميرا في راسو كتهضر كتمشي كتهضر كيشوف فيك بنادم ويلي اش كيدير هذا. او ديلايد الفلان ما كاين ان شاء الله ما عنديش الفلان قدام اللي كاين خير. دابا كامل الفيديو هادي ما تنساوش ديروا واحد لايك سبسكرايب ولا بحال هكا سبسكرايب تولي كريه باش ديما يوصلكم بجويه الاخوان. ودابا كامل الاخوان تهلاو فراسكم بزاف بزاف. نتلاقاو في الفيديو الجاي. بيس.